فنحن إحدى الدول الموقعة على اتفاق باريس والتي قامت بالتصديق عليه أيضاً، فنحن ملتزمون بالإسهامات المقررة على الصعيد الوطني، وننتوي الوفاء بتعهداتنا، وإذا ما استطعنا سنذهب إلى أبعد من ذلك بكل سرور، ولكننا أيضاً كنا دؤوبين وحريصين أن تسمح مبادئ اتفاق باريس بالمرونة الكافية، وأن يسمح النهج المعتمد لكل دولة بالتقرير بالوفاء بإسهاماتها المقررة على الصعيد الوطني بما يتوافق مع ظروفها. وبالنسبة للاقتصاديات المستهلكة للطاقة بكثافة مثل المملكة العربية السعودية ومثل دولة روسيا أيضا، أعتقد أننا ينبغي أن ندرك أنه يتعين التركيز على مصادر الهيدروكربون من أجل الاستخدامات الخاصة بنا، ومن أجل دفع اقتصاداتنا قدما إلى الأمام، وأيضا إضفاء القيمة إليها عبر تصديرها إلى مختلف أنحاء العالم.